ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والصحفي اللبناني الأستاذ محمود علوش. أهلا بكم سيد محمود. بداية، رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب سيبدأ مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته، إلى أي مدى يمكن للأديب النجاح في هذه المهمة من وجهة نظرك؟ يعني بداية، هناك شهدنا اتفاق سريع نسبيا بين الأطراف السياسية اللبنانية خلال الفترة الماضية على تسمية أو على تكليف الرئيس مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا الاتفاق السريع أوحى بأن هناك ترتيبات أيضا لما بعد التكليف، وبالتالي ستكون مهمة تأليف الحكومة مهمة يعني نسبيا سهلة مقارنة بمهمات التكليف المعروفة في لبنان. أنا أعتقد هناك بعض العوامل التي تجعل من مهمة تكليف الحكومة بشكل متسارع موجودة، على سبيل المثال الضغط الفرنسي والدور الفرنسي الذي هو واضح في لبنان خلال هذه الفترة، لكن أيضا يبقى أن الشيطان يكمن في التفاصيل. يعني عند الوصول إلى مرحلة تشكيل الحكومة، لا شك بأنه سيكون هناك نوع من الأخذ والرد بين الأطراف السياسية حول المحاصصة في تشكيل الحكومة، وإن كانت هذه الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين كما يريدها الفرنسيون، لكن الطرح الفرنسي يقوم على أن الحكومة اختصاصيين ستكون أيضا يعني تحظى بدعم سياسي، وبالتالي الأحزاب السياسية الرئيسية هي من ستسمي الوزراء الاختصاصيين في الحكومة. في نهاية المطاف، أنا أعتقد بأن تشكيل حكومة اليوم في لبنان سيكون يعني سريع نسبيا، لكن بالطبع السؤال الآن هو عن برنامج الحكومة. ماذا ستقوم الحكومة؟ ما هو هدف الحكومة خلال المرحلة المقبلة؟ يعني وأيضا في ظل الرفض الشعبي اللبناني للطبقة السياسية أستاذي، يعني هل برأيكم سيستمر تصعيد الشارع ضد هذه الطبقة الحاكمة؟ يعني أنا أعتقد هناك أمران مهمان يجب أن نفصلهما في لبنان. الأول، أن هناك غضب في الشارع، هذا الغضب هو متنامي حتى داخل الأطراف الشعبية المؤيدة للأحزاب السياسية، هناك غضب من أداء السلطة السياسية. في المقابل، هناك فئة من الشارع، فئة أخرى أيضا تعبر عن هذا الغضب من خلال التظاهر والاحتجاج. أنا أعتقد بأنه التظاهرات والاحتجاجات التي يمكن أن يشهدها الشارع خلال الفترة المقبلة ستكون محدودة بشكل كبير، لسبب مباشر، أن هناك أطراف كانت تساهم في تحريك الشارع ضد حكومة حسان دياب، وأنا أعني هنا بشكل مباشر تيار المستقبل وبعض التيارات السياسيه، الان هي اصبحت جزء من التسويه الجديده. طيب، استاذ محمود، بالتالي بدون ادنى شك سيكون هذا له تاثير على زخم الشارع. من بيروت، يعني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب بتغيير بنيه النظام في لبنان وليس تجميله، كيف تقرا ذلك؟ يعني الرئيس الفرنسي، اولا لدي ملاحظات كبيره على اداء الرئيس الفرنسي في لبنان. للاسف يعني هو يتعاطى مع الحاله اللبنانيه من وكانه مفوض وكانه مرشد اعلى للجمهوريه في لبنان. صحيح ان الطبقه السياسيه في لبنان تستحق كل هذه الاهانات لانها بالاساس بلا كرامه واوصلت البلد الى هذه المرحله من الانهيار، لكن في نفس الوقت هذا لا يعني ولا يبرر للرئيس الفرنسي، واذا كان يريد ان يساعد لبنان، ان يتعاطى مع الملف اللبناني ومع لبنان وكانه مقاطعه فرنسيه وكانه يملي القرارات على اللبنانيين، اللبنانيين يفعلون ما يريدونه، يعارض، يضع فيتو، يحدد مهل زمنيه، هذا في الشكل. في المضمون، يعني طبعا الرئيس الفرنسي والمبادره الفرنسيه الان هي تقوم على عدة عناصر. العنصر الأول، أن هناك حاجة لبنانية الآن لهذه المبادرة للخروج من الأزمة، وبالتالي أحدى نقاط القوة التي تتميز بها المبادرة الفرنسية أن الطبقة السياسية في لبنان هي بحاجة لهذا الدور الفرنسي. أيضا ما يميز الدور الفرنسي في لبنان الآن أنه يحظى يمكن أن نسميه لا اعتراض أمريكي، لا أريد أن أقول دعم أمريكي، لأنه لا اعتراض أمريكي على الدور الفرنسي مشروط بعدة أمور، أبرزها هل يمكن للمبادرة الفرنسية أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق هدف أمريكي أكبر في لبنان، وهو تحجيم دور حزب الله وإيران في لبنان. أنا أعتقد أن هذا الأمر هو الصعب. ربما ينجح الرئيس الفرنسي في إجراء بعض التحولات السياسية في المشهد السياسي اللبناني
ولكن رغم هذه التحولات لن تصل إلى مرحلة التحول والبحث يعني عن نظام ماكرون سياسي أيضا جديد، قال لأنه الكلام عن نظام سياسي جديد يحتاج إلى تغطية إقليمية ودولية أكبر من فرنسا. لا أعتقد أن هذا الأمر الآن مرهون. فيما يتعلق بحالة حزب الله، أعتقد أن الأمر معقد إلى حد كبير، وأعتقد أن الرئيس الفرنسي سيفشل في هذه المهمة. فيما يخص حزب الله، طبعا نحن تحدثنا أيضا عن الموضوع، أن ماكرون قال أيضا الرئيس الفرنسي أنه ليس هناك صك على بياض، وطالب بتنفيذ السلطات للإصلاحات. على الطرف الآخر، وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن ميليشيا حزب الله اللبناني لا يهمها الإصلاح في لبنان بل الدفاع عن إيران. كيف يمكن برأيك يعني الحد من نفوذ حزب الله في لبنان في ظل هيمنة كبيرة على مفاصل الدولة الرئيسة؟ أولا، لابد من التمييز بين مقاربتين للوضع اللبناني، مقاربة أمريكية ومقاربة فرنسية. الفرنسيون يقولون إنهم يتعاطون بواقعية مع الحالة اللبنانية، وأنه لا يمكن عزل حزب الله كطرف سياسي ورغم أن لديه سلاح وما إلى هنالك، وبالتالي لابد من التعامل معه. وهذا الكلام كان واضح في خطاب الرئيس الفرنسي بالأمس. المقاربة الأمريكية للملف اللبناني ولحالة حزب الله مختلفة. يعني الأمريكي لديه أولوية الآن في لبنان تقوم على تحجيم دور حزب الله وتحجيم الدور الإيراني في هذا البلد، بينما الرؤية الفرنسية تقارب لبنان من حيث أن لبنان هو آخر منطقة أو تكاد تكون آخر منطقة نفوذ لفرنسا في المنطقة، وهي بوابة للعالم العربي، بوابة فرنسية للعالم العربي. أمام اختلاف المقاربات في الفرنسية والأمريكية وأيضا الغياب الخليجي عن لبنان، أنا أعتقد بأنه من الصعب أن نتحدث عن إمكانية تحجيم حزب الله. حزب الله بالنهاية يستفيد من هذا التضارب في المقاربات الدولية للحالة اللبنانية. الآن يحاول أن يستثمر في المقاربة الفرنسية ليخفف الضغط عليه في لبنان، لكن بالنهايه الامريكيون اليوم لدينا مساعد وزير الخارجيه الامريكي ديفيد شينكر موجود في بيروت، واعتقد بان واشنطن تريد ان تقول للفرنسيين باننا وافقنا على ان لا نعترض على الدور الذي تقومون به، لكن لن نوافق ان يؤدي هذا الدور الى تكريس نفوذ حزب الله في لبنان. وبالتالي هناك يعني خطوط حمراء امريكيه انا اعتقد انها موضوعه للدور الفرنسي. نعم، نشكرك شكرا جزيلا الكاتب والصحفي اللبناني الأستاذ محمود علوش.